خمس أسباب لازم يخلوك تلبس بونيه: الكلور والملح. لو انت في بسين بيبقى فيه مواد كيميائية كتير، منهم الكلور. الكلور بيأثر على صحة الشعر، خصوصا لو انت ممارس بشكل يومي، مثلا لو سباح، فخد بالك الكلور ممكن يدمر شعرك. لو انت متعود تعوم في مياه مفتوحة او بحر، الملح برضو ممكن يبوظ شعرك. عشان تبعد عن الاسباب دي وما تاخدش ريسك بشعرك، لازم تلبس بونيه. المقاومة وزيادة السرعة، ما تستغربش لما تعرف ان البونيه ممكن يخليك اسرع. الشعر اللي في راسك ممكن يبقى عامل بالنسبة لك زي الدراج او التعطيل في المية، والدراج ده بيقلل سرعة السباح، فالبونيه بيخليك تعوم بشكل افضل وبيخليك تعوم بشكل سلس. وزيادة سرعتك او قلتها بتنعكس على نوع البونيه وجودته. تنشيف الشعر، البونيه بيساعد ان المية ما توصلش لشعرك، بس مفيش ضمان 100% ان المية مش توصل لشعرك. لو شعرك طويل الموضوع بيكون صعب، وعشان كده معظم السباحين بيلبسوا 2 بونيه فوق بعض عشان الموضوع ده، فحاول تختار المقاس المناسب لراسك. الشعر يبقى بعيد عن عينك. لو انت لسه مبتدئ والشعر جه على عينك، ممكن ده يشكل لك خطر على حياتك، لان انت ممكن تتلخم ويحصل تريبات شوية، فممكن يعرضك للغرق، وده يعتبر سبب رئيسي لانك مش تعرف تعوم لو شعرك جه على وشك، وده بيسبب مشكلة للسيدات كتير. وفي انواع للبنيهات مخصصة للسيدات ان هي بتلم الشعر، ده غير البنيه اللي بيبقى سيليكون فوق. السباحة في درجة مية قليلة، لو انت بتعوم في مية ساقعة او مش دافية، ده هيأثر بشكل كبير على سباحتك. لو المية ساقعة مش من السهل انك تخلي نفسك دافي خلال السباحة، البنيه هيساعدك انك تبقى دافي خلال السباحة، فالسباحة في المية الساقعة من غير كاب ممكن تبوظ لك السباحة بتاعتك. صحيح، ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان لما نعمل فيديو جديد تتفرج عليه. شكرا ليكم، سلام عليكم.